الصيد البحري بالجهة كي تعتبر واحد العمود الأساسي للاقتصاد الجهوي، حيث أنه كيمثل أكثر من 34% من الناتج الداخلي الخام لجهة الدخل والذهب. وفيه واحد المجموعة من النقاط، كاين الصيد التقليدي، الصيد الساحلي، الصيد في أعالي البحار، وكذلك تربية الأحياء البحرية والمنطقة والسمك الصناعي. إذا بالنسبة للوحدات، بالنسبة للصيد التقليدي كاين 3272 وحدة، بالنسبة للصيد الساحلي كاين 75 وحدة خاصة بواخر صيد السردين، وبين 120 و160 وحدة خاصة بواخر الصيد بالخيط. وبالنسبة للصيد في أعلى البحار كاين 30 وحدة اللي هما بواخر الصيد بالمياه المبردة بيلاجيك أو إيريس دوبل في. الأشهر الأولى من سنة 2021 تم تفريغ ما يقارب 440 ألف طن بقيمة إجمالية تفوق 2.3 مليار ديال الدرهم. إذا إلى قرنا هذه الفترة مع نفس الفترة من سنة 2021، كيتبين لنا بأنه ارتفعت كمية المفرغات ب 4% من حيث الكمية، وب 30% من حيث القيمة. يعني أنه راه لو شيفر دافير اللي وصلنا غير في 10 شهور راه هو اللي درناه في العام كامل ديال سنة 2020، وهذا راجع يعني التسويق ديال هذا المنتوجات هذا، وكذلك التثمين ديال هذا المنتوج، لان الحمد لله حنا ولينا في الداخله يعني ان الكميات المفرغه خصوصا الاسماك السطحيه الصغيره يعني السردين والماكرو كانت تتمن محليا بهذه الوحدات ديال التصبير اللي تم الانشاء ديالها مؤخرا، اللي هما تقريبا واصلين دابا 5 ديال وحدات التصبير وجوج في طور البناء. احنا عندنا منتوج غناتية في الصيد المرسى ديال الداخل والذهب. احنا قصد ديالنا في الاسماك غناتية هي كتجي الجودة ديال الاسماك في الباركو، وكتقلص داك الشيء وكتدوز من هون، كنبدوها كنمشيوها من هنا حتى اللوزين، فهمت؟ وديك الساعة كتسالي المسؤولية ديالنا احنا اللي كنراقبوا هنا في المرسى هناتيا. من بعد استقبال السمك والمصادقة عليه من طرف المختبر الداخلي ديال الشركة ديالنا، السمك كيمر مجموعة ديال المراحل. المرحلة الأولى هو التقطيع، المرحلة الثانية الوضع ديالو في العلب والتنظيف ديالو. ملي كيتنظف كنوضعوه في الأفرنة، هما اللي كيستخدموا بالبخار ديال الماء. من بعد الطهي ديال السمك كنتنظفوا ليه الزيت وكنغلقوه، ومن بعد الغلق ديالو والمراقبه ديالو كيمشي للمرحله ديال التعقيم، ومن بعد التعقيم كيمشي للتخزين، ومن بعد تيتم التصدير ديالو. هي بالنسبه للشركه ديالنا يلاه كانت دابا في المرحله البدائيه ديالها، بدينا بالسوق الداخليه، ومن بعد ان شاء الله دابا راه كنصدروا للدول الافريقيه، ومن بعد ان شاء الله راه غادي ان شاء الله كاين عندنا واحد النظره المستقبليه اننا ان شاء الله غادي نصدروا جميع الدول ديال العالم ان شاء الله العظيم. وحنا دابا في التهيئه ديال مجموعه ديال الوثائق باش ان شاء الله نبداو بالسوق الاوروبيه، ومن بعد ان شاء الله نبداو بالسوق الامريكيه والدول الاخرى ان شاء الله العظيم.